السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل اخواتي وحبايب قلبي اللي متابعيني. بالصلاة على النبي يا رجالة، اللي قدامكم دول 5 كتاكيت حجازي. عايز اكلمك شوية عن فوائد تربية الكتاكيت الحجازي. احنا عارفين ان سلالة الدجاج الحجازي من السلالات الزينة، يعني هي مش فراخ بياض انها تديك كل يوم بيضة وتبيع بيض للمائدة والكلام ده، لا، ولا هتحتاج منها كمية. انت يكفيك 5 6 10 15 3 4 كده. سعر الكتكوت دوت من 300 جنيه لحد 500 جنيه، يعني ممكن نقول سعر الحتة اللي قدامك دي 350 مثلا، 370، 400، على حسب بقى ايه اللي بيبيع وبيشتري. عايز اقول لك الكتكوت ابو 300 او 400 جنيه ده لما بيكبر، يعني بعد ما يعدي 8 شهور كده، تقدر تبيع الحتة منه ب 2500 جنيه وب 3000 جنيه. اقل فرخة حجازي يا رجالة دلوقتي، اصحى يا غاوي، ب 3000 جنيه، ب 2500 جنيه عشان تجيب فرخة فيها لغد وعين بيضة وعظم محمل براس عريضة، ممكن تخش في 4000 جنيه دي الدجاجة، غير سعر الديك بقى بخمس وب 6000 جنيه، وفي ديوك بقى 2000 جنيه وب 3000 جنيه بس خرد. فعايز اقول لكم ان انت ممكن تجيب لك 5 حتت زي دول، تمام، مثلا سعرهم ايه، 2000 جنيه، 1800 جنيه، لما هيكبروا وهيشتغلوا ويبدأوا ينتجوا هتبيع الحتة الواحدة بس بأكتر من اللي انت دفعته فيهم وهم صغيرين. يعني انت لو دافع في الخمسة وهم صغيرين 1800 جنيه او 2000 جنيه، فانت هتبيع الحتة بس وهي شغالة ب 2500 جنيه. يا عم قول ب 2000 جنيه، يا عم قول ب 1500، شوف 1500 في خمسة بكام. فجميل جدا يا جماعة ان انتوا تحطوا الطيور دي جنب شغلكم. انصحكم بتربية الدجاج الحجازي، وتحياتي ليكم.